مساكم الله بالخير مشاهدينا، ويا هلا ومرحبا فيكم في حلقه جديده من برنامج بعد السادسه. اليوم راح يكون معنا عن طريق السكايبي البطل اللاعب الكويتي عمر الشاهين وبطوله البلياردو في بريطانيا وحصوله على المركز الثاني، وايضا راح تكون معنا ميثا الدهام ودور هيئه مكافحه الفساد في اقرار الذمه الماليه، وراح يجمعنا حديث ايضا عن اخر المستجدات في مواجهه كوفيد 19 مع الدكتور فهد النجار، وايضا راح نتكلم اكثر عن احتفال بنك الدم المركزي باليوم العالمي وتكريم المتبرعين، وشلون تحمي نفسك من الغش التجاري في شرائك من شبرة الخضرة ودور حماية المستهلك. كل هذا وأكثر مشاهدينا راح يكون في حلقتنا اليوم. أما الحين ننتقل إلى زميلي عبد الله دشتي، مساك الله بالخير. مساء الخير فاطمة، مسألت بالخير ومس بالخير على السادة المشاهدين. اللاعب عمر الشاهين بطل في لعبة البلياردو واللي حقق المركز الثاني في بطولة العالم للبلياردو اللي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن. رحب فيك عمر ومبارك لك هذا الإنجاز اللي ما هو غريب على عيال الكويت. عساك على القوة أخوي، وأشكركم على تسليطكم الضوء على الشاب الكويتي الطموح. أنا جدا سعيد بتواجدي معاكم وجدا فخور بهذا الإنجاز وفرحة الشعب الكويتي فيه. أكيد احنا اللي فخورين فيك عمر، يعني حققت المركز الثاني في بطولة العالم للبلياردو واللي شارك فيها يمكن تقريبا 128 متسابق، شلون جت هذه المشاركة؟ للأمانة أنا كنت بأمريكا، كنت قاعد أجهز للبطولة هذه وكنت قاعد ألعب بطولات ثانية، ويعني توفقت من شركة أمريكية، الشركة الأمريكية السبونسر هذه اللي تدعمني في البطولات. نعم. فهي يعني سجلتني في البطولة، وبعد 3 أشهر تقريبا يا وقت البطولة ساهمت اللجنة الأولمبية الكويتية في تسهيل المشاركة، والحمد لله توفقنا في البطولة ويبنى هذا المركز. الحمد لله، يعني استعدادك كان جيد عمر قبل البطولة؟ الاستعداد للأمانة كان جدا ممتاز، خصوصا أني أنا خارج البلاد، احتكاكي مع أبطال اللعبة قاعد أتنافس معاهم بشكل يومي، وهذه اللي تحتاجها أي رياضة، يعني أي رياضة موجودة أن أنت تتنافس تحتك بأبطال اللعبة إذا تبي تطمح حق الأفضل فيها. نعم، يمكن ذكرت أنا بأن 128 لاعب شاركوا في هذه البطولة، المنافسة شلون كانت؟ يعني أنا لما شفت شلون وصلت إلى المرحلة النهائية، سواء كان في الدور 64 ولا 32 ولا 16، باريت يعني لاعبين جدا مميزين وقدرت أنك تتفوق عليهم. لما أنا أخوي البطولة ما كانت سهلة، في مجتمع اللعبة العالمي الدولي الخليجي العربي دائما أول بطولة عالم أنك توصل فيها هي أصعب واحدة، وهي الخطوة الأصعب لأن يكون فيها حاجز نفسي معنوي، وكثير من المحاولات باءت بالفشل، فتكون دائما هي أصعب واحدة، الحاجز يكون وايد كبير. كل البطولة أنا كنت متأخر، كل المباريات يعني دور 64 أنا خسران 8-2 إلى 11، يعني كنت متأخر بالأشواط. دور 32 لعبت مع اللاعب البريطاني وآخر لاعب بريطاني كان بالبطولة، فالجمهور كله كان معه. نعم. وكنت خسران 9-6 إلى 11، والأمانة توفقت وفزت عليه 11-10. قبل نهائي البطولة أنا خسران 6-1 يعني بالسيمي فاينل، والله الحمد توفقت أني أختم النتيجة 11-9. المنافسة جدا كانت صعبة، ما كانت سهلة للأمانة، دعم الكويتيين خليجيين العرب، تواصلهم معي، تحفيزهم لجهودهم، دعوات الأهل، الأغارب، كل هذه الأمور ساعدت أن تسهل علينا أن نجيب هذا الإنجاز. نعم، يمكن إذا بنتكلم على مبارياتك وأصعب مباراة واجهتها بالنهائي، منو واجهت عمر؟ بالنهائي واجهت بطل العالم الحالي والمصنف الأول عالميا، وآخر بطولة عالمية صارت يعني هو ما أخذها للأمانة، كانت اللعبة للأمانة اللي صالحي طول المباراة، يعني ما في لحظة في المباراة اللي أنا كنت متجدد فيها، إلى أن يعني في الأشواط 9-7 توفق هو في جزئية معينة،
ويعني وارد في لعبتنا، يعني في خمس لاعبين اربع لاعبين دائما هم الافضل، ففي جانب حظ يفصل بينهم. توفقوا في هذه المره، وان شاء الله المرات الجايه ما راح، يعني ان شاء الله راح يحالفنا التوفيق ونهيب انجازات اكثر. هو من اي دوله عمر؟ يوناني. نمساوي. نمساوي. واصعب لاعب واجهته طوال هذه البطوله منو كان؟ البريطاني اسمه كريس ميلينغ. هذا اللاعب لانه قلت لك اخوي في ارضه وفي مكانه ومتقدم 9-6، يعني الظروف كلها كانت عكس، بس ايماني بنفسي كان قوي الحمد لله. ركزت بس باللعبه، ما انفعلت، تمالكت اعصابي، فرد جسمي، ركضت. وهذه اللعبه اللي يعني لعبتنا هذا اللي تتطلبه، تطلب هدوء نفسي، هدوء ذهني، تركيز وايد عالي. نعم. الحمد لله توفقت فيها وحصلنا يعني ثمره هذا المجهود بالنتيجه النهائيه ثاني عالم. ما شاء الله عليك يا عمر. الحين الخطط المستقبليه شنو هي؟ الحين خلاص، اول واحده دائما صعبه، بس حلو. انت من تصدق خلاص الحين تبي اكثر واكثر. اتوقع ان شاء الله الجاي كله خير باذن الله. اتوقع اني راح اقدم اكثر لاسم ديرتي، للخليجيين، للعرب، الشرق الاوسط، وان شاء الله اكون مثال لكثير من الشباب الطموح، وان شاء الله نرتقي للافضل ان شاء الله. احنا كان ودنا انك تكون معنا في الاستديو، لكن ندري انك توك راد من السفر وفي الهجر، فالله يعطيك الصحه والعافيه ونشكرك انك خصيتنا. انا اتمنى والله، انا جاب التليفون اول مره، جاب التليفون احس اني قاعد اسولف، يعني مو ماخذ راحتي كلش، شيء جديد علي. ولكن يعني صوتك واخلاقك ووجودكم، يعني وحتى طريقه كلامكم معي والاسئله وكل شيء، يعني تسهل على الواحد كل الامور. تستاهل يا عمر، وانت اللي فرحتنا ورفعت راسنا، والخير بقبال ان شاء الله، ونتامل الذهب دائما. عساك على القوه يا اخوي، وما قصرت مره ثانيه. في الختام احب اهدي هذا الانجاز الى صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، عسى الله يحفظه ويرعاه. اللهم امين. احب اهدي الى ولي عهده الامين. احب اشكر اللجنه الاولمبيه اللي سهلت المشاركه في البطوله، على راسها الشيخ فهد ناصر صباح الاحمد. اهدي الانجاز هذا حق كل الشباب في مجتمع لعبتي او في اللعبات الثانيه، واقول لهم لا تستسلم، لا تستسلم، لان اذا انا قدرت في ظل هذه الظروف، كورونا ما اثرت علينا بس ان احنا نقعد بالبيوت، اثرت علينا نفسيا ذهنيا وايد اثرت، بس كل هذه ما كانت معوقات. اللي يبي شيء يسويه ويوصل، وبدنا الله نحقق اكثر واكثر بدعمكم، بمجهوداتنا تكتمل ان شاء الله الصوره ونحقق افضل وافضل. قدها وقدود يا عمر، كل شكر لك. شكرا للبطل العالمي عمر الشاهين. راح يكون الحديث عن الذمة المالية مع نزاهة، ولكن بعد شوي. استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019-2024 تهدف إلى رفع مستوى الشفافية وتعزيز سيادة القانون، مشاركة الجميع في نبذ الفساد، بناء مؤسسات فعالة وشفافة، تعزيز الشعور بالمواطنة وخلق الثقة بمؤسسات الدولة، ترسيخ قيم النزاهة والحد من الفساد، حفظ المال العام. ترتكز الاستراتيجية على المحاور التالية: المحور الأول القطاع العام، يهدف إلى نزاهة القطاع العام وتطوير فعالية وكفاءة الخدمات العامة. المحور الثاني القطاع الخاص، يسعى إلى تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. المحور الثالث المجتمع، يهدف إلى تمكين المجتمع من المساهمة في بناء ثقافة وتعزيز النزاهة. المحور الرابع الهيئات المتخصصة، يسعى لتعزيز كفاءة وفعالية الهيئات المتخصصة. أولويات القطاع العام: 1- الشفافية في إدارة الأموال والشؤون العامة.
2- التعيين والترقية على أساس الكفاءة. 3- النزاهة في الأداء الوظيفي. 4- المساءلة. 5- فعالية وتقديم كفاءة الخدمات العامة. أولويات القطاع الخاص: 1- النزاهة والمساءلة. 2- التشجيع على الإبلاغ وحماية المبلغين من القطاع الخاص. أولويات قطاع المجتمع: 1- التواصل والتوعية عبر وسائل الإعلام. 2- دور التربية والتعليم لترسيخ ثقافة النزاهة. 3- التعاون مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام. الأولويات حول الهيئات المتخصصة: 1- تنمية القدرات الفنية. 2- حماية وتحفيز المبلغين عن الفساد. 3- التنسيق والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون. إن نجاح الاستراتيجية يعتمد على تعاون مختلف الأطراف المعنية بتنفيذها على كل المستويات، فالنزاهة هي الطريق لتحقيق التنمية ورؤية كويت جديدة 2035. من أجل الكويت، لنكن وطن النزاهة. مشاهدينا، معنا الحين من نزاهة ميثة الدهام، مدير إدارة إقرارات الذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد. حياك الله معنا في برنامج بعد السادسة. مساك الله بالخير فاطمة، مسي عليك وعلى السادة المشاهدين. ميثة، وايد قاعد نسمع عن الذمة المالية وإقرار الذمة المالية، يعني ودنا لو تعرفين لنا شنو هي الذمة المالية وشون الواحد يقدم إقراره. طبعا إقرار الذمة المالية هو وثيقة يقدمها الشخص المشمول بالقانون إلى نزاهة وفق مواعيد محددة، يفصح في هذه الوثيقة عن كل ما يملكه من أموال نقدية وعينية له ولأولاده القصر، وكذلك يفصح عن كل الديون اللي عليه. فهذا الإقرار يعبر عن مركز الشخص المالي في وقت تقديمه. يعني شنو اللي لك وشنو اللي عليك؟ شنو اللي لك وشنو عليك؟ نعم. إنزين، شنو أنواع إقرار الذمة المالية؟ طبعاً إقرار الذمة المالية يقدم وفق مواعيد حسب أنواعه. لما يتعين الشخص في هذه الوظيفة المشمولة بالقانون يقدم الإقرار اللي نسميه الإقرار الأول، وهو خلال 60 يوم من تاريخ تعيينه. كل 3 سنوات طالما بقي هذا الشخص في منصبه يحدث الإقرار كل 3 سنوات خلال 60 يوم من تاريخ تقديمه للإقرار الأول. هذا النوع الثاني اللي هو التحديث. النوع الثالث اللي هو الإقرار النهائي، يقدم الشخص لما تنتهي خدمته خلال 90 يوم من تاريخ انتهاء الخدمة. زميتة، هل اللي يقدم إقرار الذمة المالية هل هم بس أصحاب المناصب والمراكز، ولا يعني في أشخاص آخرين ممكن أنهم يقدمون هذا الإقرار؟ فمن هم المطلوب منهم تقديم الإقرار الخاص بالذمة المالية؟ طبعا قانون الكويت مميز في هذا الجانب، ما جعل كل الموظفين العموميين هم اللي يقدمون الإقرار، شمل فئات معينة. لو نبي نشرحهم بشكل تفصيلي نقول هم 5 تقريبا فئات، كل فئة فيها مجموعة من الوظائف. المجموعة الأولى هم الموظف العام من درجة مدير إدارة، إذا كان هو في جهة حكومية وما فوق يجب عليه أن يقدم إقرار، يعني مدير إدارة، وكيل، وزير، لحد سمو رئيس مجلس الوزراء. كذلك بالنسبة للفئات اللي بالجهات الحكومية، هناك فئات ذات طبيعة خاصة مثل أعضاء الفتوى والتشريع، إحنا في نزاهة الموظفين فنيين، موظفين فنيين في ديوان محاسبة، وبعض الفئات الأخرى أيضا يقدم الإقرار. هناك فئة ثانية اللي هم السلطة التشريعية، السادة نواب مجلس الأمة، رئيس مجلس الأمة أيضا يقدم الإقرار، وهناك السلطة القضائية، القضاء ووكلاء النيابة، وهناك أيضا المجموعة الرابعة هم أعضاء مجلس إدارات الشركات اللي تملكها الحكومة، أيضا ممثل حصة الحكومة يقدم. والفئة الخامسة هم مش موظفين دولة ولكن شملهم القانون، مثل أعضاء الجمعيات التعاونية، أعضاء الأندية الرياضية، أيضا يقدمون إقرار الذمة المالية. يعني تقريبا كل شخص في موقع نقدر نقول حساس مؤثر في الدولة ممكن يطلب منا تقديم إقرار الذمة المالية. صحيح. إنزين، كم إقرار استلمته لحد الحين؟ إحنا لغاية اليوم استلمنا 25,700، تنوعت ما بين إقرار أول 14,000 إقرار و800،
إقرار التحديث حدثوا عندنا 7700 شخص، والإقرار النهائي قدموا 3200 شخص. يعني ما شاء الله عدد الإقرارات كثيرة، فشلون طريقة تقديم هذه الإقرارات وشلون الآلية الخاصة بتقديم الإقرار؟ آلية التقديم بسيطة، الإقرار موجود على موقع نزاهة الإلكتروني، يستطيع أي شخص أن يحمل هذا النموذج ويعبيه ويوقع على كل الصفحات، ثم يذهب إلى مقر نزاهة ويقدم للموظف المختص ويحصل على إيصال الاستلام. يعني التقديم للإقرار يكون أونلاين في البداية وبعدين يكون تقديم شخصي تقريبا؟ لا، هو الإقرار موجود على موقع الهيئة، نعم. يجب أنه هو ينزله ويطبعه ورقي. التقديم الإقرار يكون ورقي، كذلك احنا نوفر هذه النماذج في مقر الهيئة لو حب هو اي شخص يحصل على النموذج، وايضا احنا موجودة هذه النماذج في الجهات الحكومية بشكل ورقي، يستطيع هو يعبيها سواء طباعة او كتابة ويقدمها ورقيا الى نزاهة. إذن في حال شخص تأخر في تقديم الإقرار للذمة المالية، هل في طريقة تنبيهات معينة؟ وشنو العقوبات اللي تقع على هذا الشخص؟ إحنا نقدم خدمات للشخص على قد ما نقدر حتى هو يتذكر هذه المواعيد، لأن مثل ما تكلمت المواعيد مختلفة، كل موعد أو كل شخص عنده موعد محدد مرتبط بتاريخ تعيينه، تاريخ استقالته، فعلشان كل شخص يتذكر هذه المواعيد يحتاج فعلا إلى أن يكون في جهة مركزية للتنبيه. احنا عندنا في موقع الهيئة الإلكتروني في خدمة يستطيع من خلالها الشخص يحط رقم المدني، يطلع له شنو الإقرارات اللي قدمها، متى موعد إقراره القادم. كذلك عندنا خدمة الرسائل النصية، نصل لكل الأشخاص المشمولين عبر الرسائل نذكرهم بدخول مواعيدهم، باقتراب هذه المواعيد من الانتهاء، وكذلك عندنا خدمة اتصال، نجري اتصال للأشخاص اللي ما قدموا إقرارات حتى ننبههم لضرورة التقديم. لو نفرض أن شخص عد الموعد وما قدم ولا استجاب لهذه التذكيرات، حتى مع جهات العمل احنا نرسل الأسماء، يتم عاد اتخاذ الإجراءات القانونية بإحالته إلى النيابة العامة. طبعا النيابة العامة تجري اختصاصها في هذا الشأن، والقانون وضع عقوبات شديدة على عملية عدم تقديم الإقرار، تتراوح ما بين الغرامات، عندنا غرامات من 500 إلى 30,000 دينار، عندنا عقوبات بالسجن من سنة إلى 3 سنوات، وعقوبات بالعزل من الوظيفة. دورنا في نزاهة إن إحنا نتحقق من قواعد البيانات هذه، نعرف منو مشمول بالقانون، منو قدم، منو تأخر، ونحيل إلى جهة الاختصاص. يعطيكم العافية على هذا المجهود اللي تأدونه، ونشكر لك حضورك معنا اليوم في بعد السادسة. شكرا لك فاطمة. مشاهدينا، كانت معنا الأستاذة ميثة الدهام، مدير إدارة إقرارات الذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة. أما الحين راح نعرف إجابة السؤال المتداول كثيرا، هل المتحور وصل الكويت ولا ما وصل؟ الإجابة مع زميلي عبد الله وضيفة الدكتور فهد النجار. الدكتور فهد النجار، استشاري الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي والكبد والسمنة، حياك الله دكتور فهد في بعد السادسة. الله حييك، مساء الخير، وسعيد أن يكون معكم. احنا سعيد دكتور. بداية وعلى طول نبي نبلش، هذا المتحور إذا بنتكلم عنه حول العالم هو موجود، تابعتوا نشاطه حول العالم؟ نعم طبعا، نشاطه يعني واضح، أقدر أقول لك في الدراسات الإنجليزية يعني لقوا أنه الفيروس ينتشر بصورة أسرع. الفيروس مشكلته هم الأساسية في قضية عدم استجابته للقاح بشكل جيد مثل غيره. أنا ما أقول لك إنه ما يستجيب، هو يستجيب، لكن هو يختلف في استجابته للقاحات عن الفيروسات الأخرى. زين؟ نعم، نسبة دخول الناس، يعني إذا الواحد أصيب بالتحور الهندي هو 2.5 مرات أكثر عرضة إنه يدخل المستشفى. فبالتالي هو ليس فقط ينتشر 50 إلى 70% أكثر أو أسرع من الفيروسات السابقة، هو يعرضك أكثر للدخول إلى المستشفى. الملاحظة الثانية اللي لاحظوها هو انتشاره بين الأطفال، فبالتالي أو صغار السن أو الأطفال،
هذه مؤشرات تبين ان احتمال وجود التحور موجود. فبالتالي احنا لازم نحرص من كل النواحي بانه هذا موجود، وهذا شيء المفروض ان احنا ما ناخذ بسهوله. يعني لازم نكون حريصين وحريصين جدا. والملاحظه العالميه اللي قاعده تصير انه العالم ما قاعد يتعامل معاه بجديه اكثر. لازم فعلا ان نتعامل معاه بجديه اكثر، لان الناس اللي درسته عندها في بلدانها تقول ان الفيروس هذا مو سهل ويجب التعامل معه بصوره جيده. وانا اعتقد عندنا في البلد هنا التعامل بشكل جيد. حمله التطعيم الاخيره هذه للجرعه الثانيه من أكسفورد كانت جدا سريعه، وتطعموا لحد الان يمكن اكثر من 150 الف خلال 3-4 أيام، فهذا شيء وايد ممتاز. فهذا من اهم اسلحتنا ان احنا ناخذ اللقاحات. تمام، احنا نقول يحمينا من المتحور. احنا ما نقول ان جرعه واحده راح تكون 100%. تمام، لكن جرعه واحده احسن من ولا جرعه وجرعتين أحسن هو منه. طبعا، فاحنا نحتاج ان احنا نبادر في قضيه التلقيح عشان ما نخلي فرصه حق هذا الفيروس انه يدخل بيننا. نعم، بما انك ذكرت هو الاطفال وان هذا ممكن انه ينتشر، نعم. هل راح يكون في هناك تطعيم للأطفال من هم في سن 12 ل15 أو 16 سنة؟ يمكن كندا كانت أول المبادرين في تطعيم الأطفال. نعم، هو طبعا الآن حتى CDC الولايات المتحدة خلاص يعني أقرت هذا الموضوع وفتحته لهذه الفئة العمرية. هذا شيء جدا مهم، لأن لازم نعرف أن 7% من الداخلين إلى المستشفيات في المملكة المتحدة هم من الأطفال. 1 من كل 100 طفل يصاب بكوفيد يدخل المستشفى. هذا رقم غير صغير. زين، احنا نتكلم الان عن احصاءات المملكه المتحده. فبالتالي الشيء الاخر المهم ان الاطفال اكثر ناس يحملون الفيروس بدون ما يصير عندهم اعراض. صحيح، يعني غير الكبار. فبالتالي عندك طفل يضحك ويلعب، يعني يمشي وينشر، يمشي بالضبط وما عليه أعراض، نعم. لكنه حامل للفيروس وممكن ينقل للآخرين. فتلقيح الأطفال مهم لمنع مرضهم ومنع دخولهم المستشفيات. حلو. وكذلك لمنع مساهمتهم في انتشار الفيروس في المجتمعات. والدراسة البريطانية الأخيرة يو وسألوا الناس المصابين، قالوا لهم أنتوا وين كنتوا، يعني شنو النشاطات اللي مارستوها قبل لا يصيبكم الفيروس؟ نعم. فمن أهم الأنشطة كانت الأنشطة المتعلقة بالأطفال والمدارس، كانت الأنشطة المتعلقة بالشوبينج اللي هي التسوق، كانت الأنشطة اللي لها علاقة بالأندية الرياضية، كانت الأنشطة اللي لها علاقة بالمطاعم. أنا يعني ما أقصد هذه الأنشطة، ولكن هذه الدراسة حلو موجودة، وبالتالي الناس، نعم، اللي الآن فرحة بالخروج وأن كل شيء مفتوح يجب تدريجيا، لازم تاخذ حرصك. زين، لان في العالم دكتور مو بس في الكويت، بالضبط، يعني في العالم كل شيء تدريجيا. انا اتكلم عن الامور العالميه. الشغله الثانيه اللي لاحظوها انتشاره هوائيا. طبعا الانتشار الهوائي موجود حتى في الفيروسات السابقه. صحيح، تعلقه في الهواء يعني في الدراسات السابقه كانت تتكلم عن 20 يقعد بالهواء يمكن 20 دقيقه. او احدى الدراسات تكلمت عن بقاء هذا المتحور في الهواء لمدة 60 دقيقة، ساعة قاعد ناطق. إيه، فبالتالي يعني الأمور هذه لازم إحنا نحطها في عين الاعتبار. ساعات، لأن الفيروس يقعد فترة 20 و60 دقيقة. قضية التباعد وخاصة في الأماكن المغلقة يمكن ما تكون كافية. هذه مسافة كافية. هذه إن شاء الله هذه مسافة كافية. حلو. ولكن إذا إحنا حطينا بالاعتبار إن الفيروس ممكن يتعلق بالهواء لفترة، نعم، طويلة، فالتباعد يمكن ما يفيدك وايد في الأماكن المزدحمة المغلقة. الكمام. الكمام، شوف، أنت كل ما تحط غطاء أو لاير تحسن من مناعتك. تمام؟ تلبس كمام، تأخذ لقاح، تأخذ جرعتين، تسوي تباعد، هذا كله يزيد من قضية حمايتك. حلو. المجتمع لازم يفتح، لازم أنت تعيش أيضاً عشان تسوي توازن. والله باليورو دكتور الحين بالمدرجات من غير كمام. طبعاً لأن أنت أيضاً في المدرجات
انت قاعد في الهواء الطلق، مكان مفتوح، فانت لازم يعني تفرق بين المكان المفتوح والمكان المغلق. حلو. تمام. احنا لازم يعني ممكن نعيش ونمارس حياتنا بصوره ان شاء الله يعني شبه طبيعيه، لكن ما ننسى الاحترازات. لا زال هناك في دخول في المستشفيات. ممتاز. في الكويت لا زال هناك دخول في العنايه المركزه. يجب ان نكون حريصين مهما كان نوع التحور او نوع الفيروس اللي موجود عندنا. الجرعه الثانيه والسفر مرتبطين ببعض، ويمكن شفنا الكل يبي ياخذ الجرعه الثانيه مو عشان يحمي نفسه، يبي يسافر، وهذا ترى واقع. طبعا هذا من حق الناس انها يعني تطعم، من حق الناس انها تعيش حياتها يعني وترجع للحياة الطبيعية بأسرع وقت ممكن. قضية الجرعة الثانية مطلوبة في كثير من الدول. من الدول صحيح. إن الواحد يتطعم ويروح. أنا أعتقد أن هذا شيء منطقي، لأن الآن أنت تواجه تحورات. لازم نعرف أن القضية مو قضية أن إذا أنت متطعم أو أنت حاصل على اللقاح. القصة أن أنت يمكن تكون أعراضك سهلة، بس في إمكانية أنك تنقل هذا الفيروس للآخرين. فبالتالي انت ليش الناس تطلب منك انك تروح هناك وانت متطعم؟ على اساس امكانيه نقلك للفيروس تقل، المتطعم اقل من غيره في نقل الفيروس للاخرين، فبالتالي يعني انت ما تبي تنقل لاخوانك واهلك فيروسات صعبه في التعامل. نعم. دكتور فهد، انا بستغل وجودك معنا ويمكن بقول اللي صار في الاونه الاخيره في الايام الماضيه لمن اخذ الجرعه الثانيه من التطعيم. نعم. يقولون ما حسينا باعراض بالجرعه الثانيه نفس الاولى، ايش حاطين لنا ماي ملح ولا شنو؟ لا، الفكره ان احساسك بالاعراض لا يعني بالضروره انه هو تفاعل مناعي. حلو. فعدم احساسك بالاعراض ما له علاقه جدا بكفاءه اللقاح داخل جسدك، مو اللي يتعرض للاعراض معناته منعته. كان يبي يتعب عشان يحس. لا، مو بالضروره، وهم الاثنين هم ما لهم علاقه يعني كبيره مع بعض. نعم. فانا اطمن الناس اللي ايه؟ ما جات اعراض، قول الحمد لله. قول الحمد لله. قول الحمد لله انه ما جات لك الاعراض. ايضا سؤال يمكن يتبادر للجميع ووصلكم اكيد، اخذت الجرعه الاولى، اخذت الجرعه الثانيه، هل هناك جرعه ثالثه؟ احتماليه وجود بوستر دوس او جرعه ثالثه اللي اخذوا اللقاحات يعني في اوائل السنه. طيب. احتماليه لا زالت وارده. يعني ما في عندنا الحين دراسات كفاية على أساس أن الواحد صح. يتكلم بهالموضوع عدل. لكن على الأقل خبراء المناعة يتكلمون عن احتمالية هذه الجرعة في سبتمبر. أنا ما أتكلم عن الكويت، أنا أتكلم عن اطلاعاتي في بالعالم. نعم. أنه في احتمال وجود هالشيء في سبتمبر. وننطر شنو تقول الدراسات، ونرجع حق اللي يعوزون في الواتساب في مواقع التواصل الاجتماعي بان لا انت الجرعات راح تكون معاك سنويا، كل سنه راح تاخذ لك جرعه. هذا الشيء غير معروف، انا ما ادري شلون هم وصلوا لهذه الاستنتاجات اذا خبراء المناعه نفسهم ما تحكوا بالموضوع. فاحنا لازم ننتظر شنو خبراء المناعه والفيروسات يقولوا لنا، على اساس ان احنا يعني نطبق ما يقوله العلم. نعم. لكن مثل ما قلت الإشاعات الحقيقة كثيرة، وأحد آخر الإشاعات اللي أنا سمعتها من أخ فاضل الله يحفظه قاعد يقول لا تقربون من المتطعمين. لا تقربون منهم، لا يعني أنتوا يلي ما تطعمتوا وخروا عن المتطعمين. لأن المتطعمين قاعد ينفثون الفيروس، لأنه يكون ممكن حار. هو بسبب اللقاح فهو قاعد يعني ينشر الفيروس. طبعا هذا الكلام يعني غير صحيح. القصة الثانية الله يسلمك اللي دائما هم أنا أسمعها إن اللقاح يخلي المسحة إيجابية. فوايد ناس يقولون إحنا بنسافر فما بيأخذ اللقاح على أساس مسحتي ما تصير إيجابية وأحرم من السفر. عدل. ما له علاقة اللقاح بجعل المسحة، أي كل أنواع اللقاحات اللي تأخذها لا تجعل ما له علاقة بالمسحة ولا تجعل المسحة إيجابية. الله يحفظ الجميع، كل شكر لك دكتور. وأنا بختم في كلامك مثل ما قلت، ابتعدوا عن الإشاعات دائما، اخذوا المعلومات اللي تبونها من المصادر الرسمية يا جماعة، خلكم من الواتسابات، خلكم من اللي يتسابقون في أن يكونون عندهم السبق الصحفي ويبي يكتب معلومة شنو ما كانت درجتها العلمية. اخذ دائما الأخبار الصحيحة من المواقع الرسمية، وعسى الله يحفظ الجميع. أما الآن فراح نكون في اليوم العالمي في تكريم المتبرعين باليوم العالمي للدم.
اللي تلقى التطعيم بإمكانه أنه يتبرع بالدم. طبعاً إحنا في دولة الكويت عندنا نوعين من التطعيم، عندنا تطعيم فايزر وتطعيم أوكسفورد. اللي تلقى تطعيم فايزر بإمكانه التبرع بالدم بعد الجرعة، ما في لا داعي فترة تأجيل. إحنا ننصح أنه ينتظر 24 ساعة علشان ما يكون عنده يعني نوع من الدوخة أو الأعراض الجانبية. أما بالنسبة لتطعيم أوكسفورد فيفضل أنه ينتظر فترة أسبوعين على ما يتبرع بالدم. طبعاً نسبة الشباب جداً ممتازة، يعني سوينا إحصائية بسيطة مقارنة السنة في السنوات اللي مضت من 40% إلى السنة اللي مضت 51% من المتبرعين فئة الشباب. الرسالة اللي أبغى أوجهها إن التبرع مهم على طول، الاستمرارية في التبرع مهمة. أكياس الدم لها فترة صلاحية وتنتهي، يعني مو مجرد أن أنا تبرعت والدم راح يظل موجود على طول، فمواصلة التبرع جدا مهمة. مثل ما شفنا مشاهدينا الإقبال الكبير على عملية التبرع بالدم ووفرة المخزون الاستراتيجي، هذا يدل على الحرص القيادات الصحية في الاهتمام في هذا المجال الطبي المهم. وصلنا معكم مشاهدينا نهاية فقرتنا، ونلتقي معكم إن شاء الله في فقرات قادمة. مع السلامة. تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة، شعار العالم في الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، وهذا الشيء يعزز مفهوم الرسالة الإنسانية في إنقاذ الأرواح وتحسين الصحة العامة. أما الآن فراح ننتقل إلى موضوع آخر، شلون تحمي نفسك من الغش التجاري. المفتشين متواجدين اليوم في سوق الفرضة المركزي، وذلك لضبط مخالفات الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، وكذلك تنبيه المحلات بالالتزام بالاشتراطات الصحية. هذا مخالف القرار، تفريط الاسعار، زايد السعر عنده. تعال يا بابا، هذا في قرار وزاري 2 كيلو 550 فلس اخر شيء، انت 1 دينار ليش؟ انت تقول لي انت شاري 700 فلس صح؟ وين فاتوره؟ فاتوره اكثر شيء مدرسه، بس اعطني لايسنس. بالنسبه للمخالف هذا عندنا خالف قرار رقم 67 لسنة 2020 والخاص بتثبيت الأسعار في وزارة التجارة. الخيار الكويتي عندنا احنا مثبتين السعر في الزنة 2 كيلو بسعر 550 فلس. المخالف هذا عندنا يبيع 2 كيلو بسعر 1 دينار، تغاضى 450 فلس زيادة عن السعر المحدد. راح يتم تسجيل له حاليا إشعار مراجعة، يراجعنا عشان نسجل له محضر ضبط مخالفة، تم حالته عقبه الى الجهات المختصه. هذا كم الحين طبق؟ 2 ها؟ شلون واحد طبق؟ انت شنو سويت كذي؟ كاستمر شنو يشوف؟ كاستمر شنو يشوف؟ كاستمر شوف 2، ليش انت سويت كذي؟ افتح لي. ليش هذا كذي؟ انت طريقه بين حق كاستمر هذا 2 طابق. بين حق كاستمر شنو؟ 2 طابق. ليش يسوي كذي بابا؟ اعطني بطاقه. هذا غش تجاري. نفس طريقه يعني، نفس طريقه، ليش كذي؟ كاستمر يشوف 2 طابق، هو طابق واحد الحين. ليش كذي يا بابا؟ هذا على بنده يجي كذي، على بنده يجي كذي، اذا انت يفتح كذي بس اوكي كذي ما في مشكله، بس انت يروح يسوي كذي، يرفع لي هذا فوق
ليش يسوي كذي؟ هو الطريقة اللي قاعد يعملها شنو؟ يتعمد أول شغلة إنه يزيد كمية الورق هنا، يرفع المانجا فوق شوي، بالإضافة إلى هذا يقوم يحط رول شفاف يلزق منه، يرتفع حجم الصندوق، يبين للمستهلك أن هذا عبارة عن طابقين، فهو مو صحيح. شايف؟ هذه عملية غش تجاري، هذه عملية غش تجاري بمقدار البضاعة. شلونك مابا؟ كويس؟ أوكي. هذا ارفع كم مابا، ارفع كم، ارفع كم. هذا ارموت شنو بابا؟ جنوب افريقيا. اوكي. هذا تفاح شنو؟ جنوب افريقيا. كلمة افريقيا جنوب وين؟ انت سجل كذي افريقيا، افريقيا شنو افريقيا؟ افريقيا قارة هذا بابا، قارة. اوكي هذا مسجل وهذا مسجل، هذا ليش مو مسجل؟ ليش؟ عطني بطاقتك وعطني الرخصة التجارية، يلا. مشاهدينا، مثل ما أنتم شايفين عمل وزارة التجارة في حماية المستهلك مميز بالكويت وبشهادة الكل، ولكن بالنهاية يرجع إلى وعي المستهلك. يعني إذا شفت أحد متجاوز بالسعر أو لجأ للغش التجاري، ما عليك إلا أنك أنت تبلغ عنه، وحقك راح تاخذه كامل مكمل. قواكم الله يا حماية المستهلك، والله يعطيكم العافية على هذا المجهود. وبشذي مشاهدينا وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا اليوم من بعد السادسة. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. أكيد نتمنى الصحة والعافية للجميع، خصوصا مع هذه الأجواء الغير مستقرة. الله يحفظ الجميع. نتمنى طبعا للي يعاني من أمراض الجهاز التنفسي أن يأخذ باله، خصوصا في الأيام القليلة القادمة. عسى الله يحفظكم وفي أمان الله. Thank you.